من كام يوم كان في حفل توزيع جوائز مسابقة الفاوجكت المقدم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. المسابقة دي اشترك فيها مجموعة كبيرة من طلاب كليات الزراعة على مستوى الجمهورية، لحد ما أفرزت هذه المسابقة عن فوز مشروعات وابتكارات بحثية مميزة في مجال الزراعة. واحد من هذه المشروعات اللي فازت في مسابقة الفاو وحصلت على المركز الأول مشروع اسمه التخلص من المتبقيات الضارة للمبيدات عشان نحافظ على تربة الأراضي الزراعية في مصر. مشروع مهم لاثنين من طالبات كلية الزراعة جامعة القاهرة، هما دلوقتي منورينا في صباح الخير يا مصر. خلينا نرحب بيهم مع حضراتكم ونعرف تفاصيل أكتر منهم. معانا فاطمة محمد عبد الله تيم ليدر المشروع وهمة مصطفى. نورنا، صباح الخير عليكم، كل سنه وانتم طيبين. يا اهلا بيكم. صباح النور. صباح النور. طيب هبدا مع همة، قولي لي انت في البدايه المشروع ده لما جيتوا تفكروا فيه ايه، يعني ايه اللي جاب الفكره دي في دماغكم؟ ليه كنتوا حريصين على يعني ان انتوا تعملوا مشروع عن الموضوع ده تحديدا؟ طيب في البدايه كنت حابه اعرف حضرتك ان احنا اول حاجه احنا قسم قسم وقايه نبات، تخصص امراض، تخصص مبيدات. احنا في عندنا ماده اسمها تلوث البيئه بالمبيدات، فاحنا كنا واخدين خلفيه قبل كده باك جراوند عن ان المبيدات بيكون ليها اثر سلبي او بيكون ليها اثر متبقي في البيئه. فجت الفكره من هنا، احنا ليه ما نستخدمش حاجه طبيعيه؟ ممكن نستخدم مثلا بكتيريا طبيعيه ان احنا تنقي البيئه بتاعتنا من الاثر المتبقي للمبيدات ده، وبالتالي البيئه هتصلح للزراعه، هتزود الخصوبه بتاعه التربه. فمن هنا جت الفكره. طب كويس، تيم ليدر بقى يكلمنا عن الفريق اللي معاها وطبيعه الشغل كانت عامله ازاي عشان نوصل بالمشروع ده لانه يفوز في هذه المسابقه. احنا اول حاجه طبعا بدانا ان احنا نعمل بحث علمي، يعني نشوف اوراق بحثيه طبعا مسجله في مجلات عالميه. فاحنا بدانا الاول زي ما همت قالت ان الفكره ان احنا عايزين نتخلص، احنا بنحب المبيدات طبعا لان ده القسم بتاعنا. فكنا عايزين نعمل مبيد يعني يبقى حلو وفعال جدا على القفه بتاعتي، وفي نفس الوقت ما يضرنيش، يعني يبقى حاجه كويسه جدا. فاحنا شايفين ان الضرر بتاعه يعني متركز في حته معينه، احنا عالجناها وخلينا المبيد يبقى كده هو ولا ضار ولا بيعمل اي مشكله، وكمان غير كده بيحل القفه بتاعتي. نفس المبيد اللي بنستخدمه اللي احنا هنستخدمه. فكده يعني انا شلت كل الضرر بتاعه. فاحنا بدانا الاول حاجه بان احنا نعمل سيرش، وجمعنا طبعا معلومات على قد ما نقدر، ويعني السيرش كان من شهر 6 تقريبا ولحد دلوقتي مستمر، وان شاء الله يعني هنعمل شغل حلو جدا ان شاء الله. فاطمه لغايه دلوقتي المشروع هو مشروع نظري فقط صح؟ طيب ناويين بقى المراحل اللي جايه، هل ناويين ان انتوا تبتدوا تعملوا بعض التجارب حتى لو بسيطه؟ اكيد باكاديميه الادب بالتعاون مع اكاديميه البحث العلمي طبعا هنبدا ان احنا نشتغل اول حاجه الشغل المعملي بتاعنا. ان احنا نجيب البكتيريا بتاعتنا من الارض وكمان ننميها على قد ما نقدر. في بكتيريا كمان هنجيبها من حضرتك عارف معالجه الميه. فالبكتيريا في نوع معانا اللي هو الواي 16 سي، النوع دوت بيستخدم في معالجة المية أصلا، فهو فعال كده كده. فاحنا وكمان ده مجنمع بكتيريا موجودة في الأرض طبيعية، وهنشتغل بها الجزء المعملي، وبعد كده ننزل سيمي فيلد، بعد كده طبعا الشغل الفيلد الكامل إن شاء الله. عظيم. مين أعضاء الفريق اللي معاكي؟ أنا وهمت بس؟ بس بس يعني التيم ليدر وهمت معاكي بالظبط. طب ده عظيم جدا. طب همت قولي لي بقى، يعني بعد ما ابتديتوا عملتوا الورقه البحثيه دي عن المشروع ده، احكي لي عن كواليس تقدمكم بقى للمسابقه، او ازاي اصلا المشروع ده فاز بجائزه من مسابقه الفاو. مسابقه الفاو احنا اول حاجه بدانا ان احنا نتعرف اول حاجه عن المسابقه دي من مواقع التواصل الاجتماعي. بعد كده قعدنا انا وفاطمه وقلنا ليه ما نقدمش في المسابقه دي، وكان فعلا كان اقتراح هايل ان احنا نقدم في المسابقه دي. سبحان الله يعني ربنا وفقنا وخدنا مركز اول، فدي حاجه كويسه لينا. كانت تجربه هايله لان دي كانت اول مره ان احنا نقدم في مسابقه على المستوى دوت. كانت تجربه هايله ليا لان انا عرفت ازاي اصلا المفروض ان انا اطلع منتج نهائي، ازاي اطلع ورقه بحثيه في النهايه تكون قابله للنشر. والبحث بتاعنا ان شاء الله قابل التنفيذ على ارض الواقع ان شاء الله. طيب هي المبيدات بتاثر على التربه ولا على المحصول؟ على المحصول وعلى التربه وعلى البيئه، على الثلاثه وعلى الانسان كمان. ما هو اكيد طبعا على الانسان بما ان هو اللي هياكل المحاصيل. طبعا هي المبيد مثلا زي المجموعه اللي احنا كنا عاملين عليها البحث، مجموعه الجلايفوسات دي مجموعه مبيدات حشائش. مبيدات الحشائش طبعا هي مهمه للمحاصيل الاستراتيجيه بتاعتنا اللي هي القمح والذره، فاحنا بنستخدمها في الارض بصوره طبيعيه. طبعا المبيد دوت بيفضل منه جزء كبير قوي في الارض، ما بيتكسرش ولا بيستفيد منه النبات ولا انا بستفيد منه، وكمان بيضر لي الارض بتاعتي. بعد فتره الارض تبقى بور، ما اقدرش استخدمها، فليه انا اسيب ارض بور وكده؟ لا انا ممكن استفاد بيها ان انا احط بكتيريا طبيعيه موجوده اصلا وصديقه للبيئه، انا مش بضرها. زمان كانوا بيعملوا تخلص للمبيدات دي بس بمواد كيميائيه، فانا كده ما عملتش حاجه، انا جبت ماده كيميائيه برضو.
فليه انا استخدم ماده حيويه موجوده في الارض وانميها بصوره طبيعيه وتفضل موجوده مع النبات وكمان تفيد للنبات قبل ما تفيد للتربه. صحيح، وكمان بيفرق في التصدير. انتوا عارفين طبعا لما نيجي نصدر حاجه بره لازم تكون خاليه من المتبقيات. بالظبط. طيب همت الفكره دي، يعني الورقه البحثيه دي ليها مثيل او ليها شبيه او في بالفعل مثلا مبيد بيحقق كل الاهداف اللي ذكرتوها دلوقتي، ولا دي لسه ورقه بحثيه او الفكره دي خاصه بيكو؟ هو في الفكره دي كانت موجوده في بلاد بره بدات ان هي تتنفذ، لكن اللي احنا ضفناه للفكره ان احنا هنعمل دمج ما بين سلالات من البكتيريا مختلفه. يعني احنا مثلا نشتغل على بكتيريا الباسيدومونس، دي بكتيريا موجوده بصوره طبيعيه في التربه، هنشتغل منها على سلالتين، فاحنا كده بنحاول ان احنا نزود البكتيريا دي اللي بتكون موجوده في التربه وبتشجع من نمو النبات، لان هي بتفرز برده بعض المواد بعد ما بتكسر المبيد بتحصل منه على الكربون عشان تتغذى عليه. وفي نفس الوقت بتيسر له ان هو يمتص بعض العناصر اللي بتكون موجوده بصوره طبيعيه في التربه زي الفوسفور او النيتروجين. فزي ما هي هتستفيد من تكسير المبيد هي برضو هتفيد النبات، فدي حاجة كويسة لينا. بالنسبة للبكتيريا التانية اللي هي الواي 16 سي، هي كده كده كانت بتستخدم أصلا في معالجة المية بتاعت الصرف الصحي. فاحنا قلنا إن احنا نعمل دمج بينها وبين البكتيريا بتاع الباسيدومونس، فكده هزود من الكفاءة بتاعت عملية المعالجة بتاعت التربة من متبقيات المبيدات. لا فاهمين الملف كويس ما شاء الله عليكم يعني. طيب مين اللي ساعدكم يا فاطمة في المشروع؟ صراحة هو احنا يعني كان في المركز الاول ان احنا عايزين نبحث بنفسنا، علشان احنا طبعا طالبه في فرقه رابعه فعندنا مشروع تخرج برضك. احنا دلوقتي شغالين عليه حاليا الحمد لله، وان شاء الله نعمل حاجه برضك حلوه يعني قريب. مختلفه رايب. ولا في نفس لا مختلفه الإطار. يعني مختلفه بس يعني حاجه كده صديقه للبيئه برضك ومفيده جدا ان شاء الله قدام. فاحنا طبعا عايزين نتعلم ازاي نعمل بحث علمي، ازاي ندور، ازاي نساعد نفسينا بنفسينا. طبعا في دكاتره كتير من المسابقه نفسها الفاوجيك كان في فتره تدريبيه، كان هم فعلا بيساعدونا وبيدونا مواقع كتير نشتغل عليها. فالفتره التدريبيه دي فعلا فادتنا كتير جدا وفرقت معانا، وقدام بقى ان شاء الله هيبقى في حاجات تانية جميله قوي. انا سمعت ان المشروع بتاعكم دخل حاضنه اعمال. ايوه فعلا. ده معناه ايه؟ معنى ان المشروع هيتنفذ ان شاء الله، هو قابل للتنفيذ فعلا بمساعده اكاديميه البحث العلمي، هنقدر ان احنا ننفذه على ارض الواقع. وكمان احنا بنمشي في ان احنا ننشر ورقه بحثيه ان شاء الله بالتعاون معاهم برضك في خلال 6 شهور القادمين يعني ان شاء الله. طيب همت في المسابقه بقى شافوا يعني ايه العوامل اللي كانت متوفره في الورقه البحثيه بتاعتكم عشان المشروع يفوز بالمركز الاول؟ اكيد كان في مشروعات كتير جدا متقدمه. بالظبط، بس احنا زي ما قلت لحضرتك ان احنا كنا اول حاجه الفكره بتاعتنا ان احنا كنا بندور على نوع من انواع البكتيريا تتحمل الظروف البيئيه اللي بتعيش فيها مصر حاليا وخصوصا التغيرات المناخيه. فاللي احنا قدرنا نوصله المشروع بتاعنا ان يوصل لمركز اول ان احنا قدرنا نختار بكتيريا تكون بتتحمل درجات حراره عاليه، مثلا بتتحمل درجات حراره الرينج بتاعها من 20 ل 40، فدي درجه حراره عاليه اللي هي تعيش من داخلها. دي يمكن انت شرحتيها لنا انت وفاطمه، بس انا اللي اقصده بسؤالي يعني ايه اللي كان متوفر في الورقه البحثيه او في المشروع بشكل عام عشان يقدر يفوز بالمركز الاول؟ يعني هل مثلا قابليه التنفيذ على ارض الواقع؟ هل الفكره ان هي جديده؟ ايه المعايير اللي كانت متوفره في المشروع؟ هو اساسي ان احنا كان عندنا المشروع بتاعنا صديق للبيئه في المركز الاول. تمام، لان احنا دلوقتي حضرتك عارفه الحمله بتاعه تحضر الاخضر اللي الرئيس بتاعنا يعني عايز ينفذها بشكل كبير جدا، وطبعا منظمه الفاو طبعا يعني عامله الزراعه المستدامه واحنا بنحاول نسعى لدوت. فكان اول حاجه ان تنقيه التربه كانت الهدف رقم 2 بالنسبه لمنظمه الفاو. فده كان عامل رئيسي ان مشروعنا يطلع مركز اول، لان هو حاجه فعلا مفيده جدا وهنقدر ان احنا ننفذها في اسرع وقت. غير كده كمان هي متنفذه بره في بلدان اللي هي مهتمه جدا بالزراعه منفذاها، وكمان بيحطوها مش كمثلا ماده حيويه، لا ده كسماد للتربه يعني كاساسي في الري. فاحنا بنسعى ان احنا نعمل دوت، يعني احنا بنفيد التربه والنبات بشكل رئيسي. طب ده عظيم جدا، وانا عاجبني على فكره من كلامكم حاجه مهمه جدا انتوا اشرتوا ليها، ان احنا كنا ممكن نعتمد على الورقه البحثيه دي وهذا المشروع انه يكون مشروع تخرج، لا احنا عندنا مشروع تخرج مختلف تماما. ليه بقى؟ احنا النهارده اخر يوم في 2023 ان شاء الله داخلين على سنه جديده باذن الله. تجاوبونا على سؤال الحلقه، هبدا بهمة تقول لنا ايه امنياتك ل 2024؟ اول حاجه امنيتي ان اول حاجه ربنا يعني اتخرج بتقدير عالي ان شاء الله من الكليه، واحصل على وظيفه كويسه في مجال البحث العلمي خصوصا، او ان انا اشتغل في معامل لتحليل متبقيات المبيدات. كانت امنيتي طبعا ان انا اشتغل في معمل كيو كاب، المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، بتمنى ان شاء الله تتحقق. ربنا يعني يحقق لك كل نفسك فيه. فاطمه بصراحه انا هدفي شركات المبيدات الكبرى ان شاء الله،
طبعا علامات يعني عاليه جدا، سنجنتا، باير، باستيف، الشركات العالميه بصراحه حاجه كده تشرف، وكمان نتخرج بتقدير عالي، والمشروع بتاعنا برضو بتاع التخرج يبقى حاجه مشرفه جدا ان شاء الله. تستاهلوا كل خير وربنا يا رب. يوفقكم في اللي جاي. شكرا جزيلا ليكم فاطمه محمد عبد الله، تيم ليدر مشروع التخلص من اثار متبقيات المبيدات في الاراضي الزراعيه، اللي فازت بجائزه الفاوجكت، وايضا همة مصطفى عضو هذا المشروع. بنشكركم جزيل الشكر. شكرا جدا لحضرتك.